بعد وفاة والدي كايا عام 207 قبل الميلاد، عدت إلى الديار من الأراضي الإسبانية، أين كنت أقاتل من أجل قرطاجة كقائد جيش مرتزق. عندها وجدت نوميديا الشرقية ممزقة بين تقسيمات داخلية وصراعات على السلطة. ضف على ذلك السيطرة الخارجية على مقاليد الحكم. إنها نفس الصراعات والمنافسات التي نفتني وأبعدتني عن القبيلة من قبل، رغم كوني الوريث الشرعي لحكم والدي كايا، حيث ولدت أميرا حوالي عام 238 قبل الميلاد، ولقنت تعليما وتدريبا مناسبا لأمير ولملك مستقبلي. لا أخفيكم أنني بعد عودتي اضطررت للخوض في دهاليز السياسة من أجل استرجاع عرشي من عمي أوزلساس وبعده ابنه كابوسا. عندما اندلعت الحرب البونيقية الثانية كنت حليفا لقرطاجة، ونظرا لانتكاساتها المتتالية وتراجعها الواضح أمام روما، قررت أن أنضم لهذه الأخيرة تحت قيادة سكيبيو الإفريقي، وشاركت بدور محوري في هزيمة حنبعل في معركة زاما عام 202 قبل الميلاد. التحالف مع روما هو قرار استراتيجي يهدف إلى ضمان بقاء مملكتي واستقلالها، وحماية شعبي من مواجهة صعود روما وتهديد قرطاج المستمر. أو بالأصح، هي رؤية قائد محنك وذكي لديه القدرة على قراءة الأوضاع الجيوسياسية، يسعى للتنقل في هذه البيئة المعقدة والمتغيرة، محاولاً في الوقت نفسه الحفاظ على استقلالية وازدهار شعبه واستقرار السلام. تغيير التحالفات شيء طبيعي وضروري للقوى الصغرى أثناء حروب القوى الكبرى، وهذا ما كان واقع في حينها، حيث قام منافسي حاكم نوميديا الغربية سيفاكس بتغيير تحالفه من روما إلى قرطاج. إنها الحرب لعبة مصالح لا أكثر ولا أقل. بعد الحرب وسقوط قرطاج، أصبحت ملكا لنوميديا دون منازع بدعم من روما، وبدأت بتوطيد سلطتي، توسيع مملكتي وتعزيز الوجود النوميدي في شمال إفريقيا. حكمي الذي دام أكثر من 50 عاما شكل منعطفا في تاريخ نوميديا، التي أصبحت كيانا مستقلا ومحترما ذات مكانة وشأن عظيمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط. نجحت في توحيد القبائل البربرية والممالك النوميدية المتناثرة تحت شعار إفريقيا للأفارقة. أسست مملكة نوميديا المستقلة المركزية والأكثر قوة. امتدت من طرابلس الليبية إلى ملوية المغربية عاصمتها سيرتا بالجزائر. دعمت التطور العمراني ببناء وتحسين العديد من المدن وتشجيع التحضر، وأصبحت تلك المدن أقطاباً ومراكزاً تجارية، إدارية وثقافية. قمت بإدخال إصلاحات زراعية، بجلب خبراء رومانيين ويونانيين وحتى قرطاجيين، زادت من خصوبة الأراضي والإنتاج الزراعي، وساعدت في التنمية الاقتصادية للمملكة وضمان توفير غذاء أفضل لشعبي والتصدير لشعوب أخرى. وعلي أصبحت نوميديا تعرف بتنوع منتوجها الزراعي من خضر وفواكه، بعد أن كانت في نظر الشعوب والأجناس الأخرى أرضاً غير منتجة. أما على المستوى العسكري، فقمت بتطوير الجيش بإنشاء أسطول بحري عتيد، تعزيز المشاة والفرسان الذين كانوا معروفين بسرعتهم وفعاليتهم. إن خلق كيان عسكري يدافع عن أمن المملكة ضد التهديدات الخارجية فرض هيبتنا لدى جيراننا وأحل السلام في المنطقة. استطعت بدبلوماسيتي البارعة التنقل بمهارة بين التحالفات مع قرطاج ومع روما على وجه الخصوص، مما ساعد في حماية نوميديا من التوسع القرطاجي ووضعها كقوة إقليمية. طورت العلاقات الدبلوماسية الودية مع الممالك المجاورة روما واليونان وحتى قرطاج، واستفادت نوميديا من التبادل الثقافي الاقتصادي والخبرات في جميع المجالات. بصفتي ملكا بربريا ركزت على تعزيز الهوية والثقافة البربرية،
مما ساعد في الحفاظ على تراث شعبي. ترك حكمي إرثاً دائماً، حيث استمرت نوميديا في أن تكون لاعباً رئيسياً في شمال إفريقيا. بعد وفاتي عام 148 قبل الميلاد، تولى أبنائي حكم مملكة أقل استقراراً بسبب عودة تصاعب الصراع في المنطقة، من جهة بين قرطاج ونوميديا، ومن جهة أخرى بين قرطاج وروما. الحقيقة أن روما لم ترضى مطلقاً عن طموحات التوسعية وتقوية نفوذ سلطتي شرقاً وغرباً، لأن ذلك يهدد مصالحها وتطلعاتها الإمبراطورية. لذلك سارعت بعدي بإضعاف عرشي وتقسيمه بين أولادي، أين تولى ميسيبس السلطة الإدارية مستنبع للشؤون القضائية وغلوس الشؤون العسكرية برعاية المملكة الرومانية، إلى أن جاء حفيدي الملك يوغورطا الذي أراد توحيد نوميديا من جديد ومقاومة التأثير المتزايد لروما، ودخل معها في صراعات وحروب أشهرها حرب يوغورطا من 112 إلى 105 قبل الميلاد. وبعد هزيمته تم تقسيم نوميديا وضمها إلى روما، وأصبحت المنطقة إقليماً رومانياً يعرف باسم إفريقيا. بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس، سيطر لوندال ثم البيزنطيون على المنطقة، وأخيراً العرب في القرن السابع، وتم دمجها للعالم الإسلامي. هكذا انتهى فصل من حكاية مملكة نوميديا ككيان سياسي ينتمي إلى العالم القديم. لعب دوراً أساسياً في توازن القوى في البحر الأبيض المتوسط. الأهم في حكايتي مع نوميديا هي الأمة النوميدية البربرية التي حفرت ولأجيال لا متناهية مساراً في ذاكرة التاريخ الإنساني. أنا مسينيسا ملك نوميديا، موحد القبائل البربرية بشمال إفريقيا. ضريحي متواجد بمدينة لخروبي بقسنطينة الجزائر. زوروني لتستشعروا عظمة نوميديا وشعب نوميديا. فمن نظر بعيداً في الماضي رأى أبعد في المستقبل.